طيار يمني يكشف حقيقة استخدام الحوثيين لطائرات هليكوبتر بالقتال وعددهن وأماكن تواجدهن. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. قال الكابتن طيار إن الطائرة التي ظهرت في المقطع المرئي الفيديو الذي تم تصويره مؤخرا في جبهات القتال في مأرب روسية الصنع من طراز مي 35 روسية الصنع، والتي يتواجد منها 22 طائرة في اسطول الجيش اليمني، والتي استولى عليها الحوثيون بعد انتصارهم على صالح خلال الفترة 2014 إلى 2017، وهي طائرة قتالية خرجت من الخدمة مطلع التسعينيات من القرن الماضي بعد تطوير الصواريخ الحرارية. وأضاف الكابتن إن الجيش اليمني يمتلك أنواعا أخرى من الطائرات الروسية العامودية الهليكوبتر من طراز مي 24 ومي 35 ومي 71 وهي الأحدث، وأن الأولى خرجت من الخدمة في الجيش اليمني نهاية عام 1988 بعد سقوط نوعين منها والتسبب في وفاة عدد من ضباط الجيش اليمني خلال عام 1986 بعد سقوط طائرة تقل عددا من ضباط الحرس الجمهوري، وأخرى سقطت في حضرموت بعدد من أفراد وضباط المنطقة العسكرية الثالثة. وأكدت المصادر أنه يوجد الآن 12 طائرة من طراز مي 71 والتي كان يحتفظ بها الرئيس السابق علي عبد الله صالح له، ورفض تسليمها للواء قائد قوات حراسة الرئيس عبد رب منصور هادي بناء على توجيهات الرئيس هادي. وتم تبادل إطلاق النار بين قوات هادي وقوات صالح عام 2016 في معسكر حميد في منطقة سنحان مسقط رأس الرئيس الراحل صالح، والذي رفض تسليمها لهادي.